جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ما حكم مصافحة العمة زوجة العم والخالة زوجة الخال، وهل يجوز التحدث معهم ومقابلتهم والسفر معهم؟ العمة أخت الأب وليست زوجة العم، إنما هي أخت الأب، والخالة أخت الأم وليست هي زوجة الخال كما يقول، إنما هي أخت الأم، سواء كانت أخت لها من نسب أو من رضاع، أو عمة من نسب أو من رضاع، هذه هي الخالة والعمة التي هي من المحارم. أما زوجة الخال فإنها ليست من المحارم وليست خالة، وكذلك زوجة العم ليست من المحارم وليست عمة، فلا يجوز مصافحتهما. نعم.